إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين إخواني من نروح للسوق، من ندخل للسوق نلقى ناس كبار في السن، نساء رجال مغيروا وجوههم حرارة الشمس، تعبانين عليهم سيماء الذلة. هذول الناس عندهم هاي الحاجات البسيطة يبيعون بيها، ما عندهم إمكانية يشترون محل، وما عندهم إمكانية يطورون هذا عملهم وهذا شغلهم. هذول فقراء، هذول أغنياء نفس، هذول أصحاب كرامة ما مدوا إيديهم. إخواني شايفينهم من ندخل للسوق يباوعون بوجه الرايح والجاي، يكسرون الخاطر. الرايح يباوعون بوجهه والجاي يباوعون بوجهه، وهذول الناس حقيقة يحتاجنا أن نهتم بهم. إخواني خطية، اشتروا منهم، يكسرون الخاطر. اشتروا منهم ليش؟ لأنه يبيعون هاي الحاجات البسيطة، يجوز محتاجين فلوس أدوية، ما عندهم مرضى أو عندهم مرضى أو عندهم طالب بالمدرسة يردون يشترون لملزمة، كتب، جنطة أو غير ذلك، أو عندهم فرض ظرف معين جبرهم على البيع بمثل هيك حاجات بسيطة. إخواني هاي وصيتي لكم ورسالتي، اعتنوا بهاي الشريحة، اعتنوا بهذول الناس الكبار. نسأل الله عز وجل يحفظكم إن شاء الله.